حاليا عندنا عده انواع سمك بالموصل. عندنا شبوط، قطان، عندنا سمتي انواع، سمتي احواض، عندنا سمتي مشط. هذا عندنا جري مال جنوب، مال حديثة، عيجي، ناصرية، عمارة. الحركة يعني حاليا موسم سمش بالشتاء. نحن يعني هسا حاليا خير من الله، الحمد لله الشكر، طلبية العالم على السمش حي زينة. حاليا السمتي، القطان، الشبوط، السعيجي نبز من سد الموصل، والأكثرية الأغلبية سمك داقوق اللي هو سمك الحي الطيب، والجري مال حديثة، مشط حديثة. وبعد شكون ما تعدد هسه احنا الافضل سمك عندنا اللي بالسوق هو القطان والشبوط، وبعدين يجي السمتي المداقوخ اللي فرض نفسه على السوق، يعني اطيب من سمتي حديثه، ولا اطيب يعني من كثير سمك. هو سمتي المداقوخ. السمك كان قبل خير من الله، قبل كان يجينا الشبوط والقطان والبني والسمتي، اشكال السمك كان يجينا، كنا حتى على ابو كركوك يجي ياخذ من الموصل، ابو اربيل ياخذ من الموصل. هسه عملنا صارت هذه الظروف مال الحروب، محروب شو سمك قل، بس عايشين بس الجري مال الجنوب، وهذا السنتي مال الحواض، مال الداقوق، مال الداقوق، وياخذ من كركوك يجينا. صار بالعكس الظروف، قام يجي مال الحواض، وهذا الجري، وهذا الشخاص، انواع ما انواع، وبس هلوغي. فرهم مين السمك بحري في الموصل؟ والله بحري هسه هل الايام يجون جماعه يعني بالفيصليه ابو عبيده عيجيب. يعني يجيب بحري. يجي بحري. بعض الاسماك اللي موجوده حاليا بالموصل. حاليا الجري، عفري، شصان، سمتي مشط عندنا يجينا، غشاش يجينا.